واو الاوديو وصلني يا اخوتي، اوديو مشنشن، اوديو باقي بالميكا ديالو. مساء الخير عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير انتم والناس العزاز عليكم. لايكات والتعاليق والبارطاج فضلا وليس امرا. اليوم راه دار لكم القندوره ديال سد ديري بوكريشة، ما كاينش تخرشيش. عطيونا واحد اللايكات وكثروا التعاليق، الناس اللي كيبغيوني واللي كيبغيو السعاد، اللايكات والتعاليق والبارطاج فضلا وليس امرا. وصلني واحد الاوديو خطير يا خوتي، مع من انت يا سد ديري بوكريشة؟ شي ديك السريعه اللي كتخطط لك، كلشي كيوصلنا ومشكله من قاع الدار ديالكم، الناس قراب ليكم ماشي بعاد غيكذبوا عليه ولا شي حاجه. هادشي علاش الواحد مزيان يتواصل مع الناس، مزيان يعطي النمره ديالو ديال الناس اللي فيهم الثقه. مشينا للمحكمه الحمد لله، تواصلنا مع ناس، تبادلنا النوامر مع ناس، ولا كيوصلنا الحصي والجديد في البلاصه. المهم اخوتي كيما شفتوا سد ديري بوكريشة خرج اليوم هو وغوزينو ديالو، لا عفوا ماشي غوزينو، هو الجرانه مرات الفكرون، الجرانه البواله، حيت راه مابقاش غوزينو ولا الجرانه من القدام. كيقول لكم انها تواصلت مع شي سيده قريبه من سعاد وقالت لي شي معلومات وشي حصري كما سماه هو سعاد بالناموسة، حيت الناموسة بزاف على جد بوك الكلب، قال لها الناموسة سعاد اشرف منك انت وديك المسخه اللي حداك. قال لك ان شي وحده قريبه من سعاد وصلت لي الهضره وقالت لك كنتيق في سعاد وفي الدموع ديال سعاد، وسعاد ممثله وغادا نخرج نضرب فيها. ملي قالت لي غوزينو بوشكون، قال ما نقدرش نقول السيده اليوم حق السيده قريبه منها بزاف، غنفرشها من بعدو غتعرفوا شكون، من بعدو غتطلع السيده شكون. الخطه ديالك يا المفرقع فاشله 100%، وانا غادي نقول لكم الاوديو شنو فيه اللي وصلني. كما كتعرفوا سعاد جالسه معاه واحد بنت خالتها هي اللي مقابله لها الوليدات ومهاليه فيهم. الصراحه حنا مشينا تما وشفنا ديك السيده الله يعمرها دار، من اطيب خلق الله، لا هي لا شيماء بنتها، الله يعمرها دار، وكيحماقوا على سعاد ومهاليه ليها في ادم وامين ديالها في عويناتهم. الصراحه حنا شفنا تما الوليدات لابسين مزيان، دار مجموعه، كلشي هو هذاك الحمد لله. باغي دابا هو شنو باغي يدير؟ الخطه ديال المفرقع باغي يخاصم سعاد مع ديك السيده. اقترحت عليه جرانه البواله، قالت لي نوضوا البلباله ما بين سعاد وبنت خالتها، غنوضوا في اليوتيوب غنقولوا شي وحده قريبه من سعاد وعايشه معاه في الدار وصلت لنا الهضره، باش ينوض الصداع ما بين سعاد وسعاد تشك بنت خالتها، تقول هي اللي كتوصل الهضره وتبعد منها يفرقهم يخاصمهم، باش هو يدي الحضانه. سمعوا الحقاره ديال داري بوكريشة، ما كفاش راه دا المفرقعه الكبيره وزادت المفرقعه الصغيره، طامع في دوك جوج وليدات اللي باقين عند سعاد يديهم عنده. هذه الخطه ديال المدام غوزينو، باش من يرفع بها شكايه ولا شي حاجه يقول انها هامله الوليدات، انها سامحه في ولادها وكتبي تخدم، انها ما كاينش اللي قابل الاولاد وهاملهم، ولا يصور الوليدات في شي حاله اللي ماشي هي هذيك، باش يخرج يفضح سعاد وباش يتلاعب على القانون ويدي دوك الوليدات. المفرقع الخطط ديالك فاشله، ها واحد الزيرو عاوتاني، قيد هادي عندك المفرقع. كيما انت كيوصلوك الاخبار وانت عاك كطلق السلوكيه، حنا اوديو جاني من الناس اللي قراب لك بزاف، قراب لك عايشين معك في الدار، راه باش كتفطر انت كان حنا كنتغداو به، القنوات المنتقله تم كيصيفطوا لنا الحصري ديال ها اوديو ديال المفرقع. سمع المفرقع اش كيقول، يعني الجديد كيوصلنا كيوصلنا. هذيك السيده اللي كتقولوا لها انتم الناموسه اشرف منك البواله، اللهم تكون ناموسه ولا تكون وحده بواله، جرانه بواله، دخلتي عليه بالرباح مي دخلتي وتي هز هذاك المشعل، هذاك المشعل بغيتك تبقى هازاه شويه سريعه، وياك تحطي ذاك المشعل، بقى هازاه 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 تتشوطي المفرقع وتسيطي الحبيب بيس، بقى هازاه، تحيه لك على المشعل بعدا، بقى هز هذاك المشعل، هذاك المطعم مشيتو ليه هو كيريبو ليهم، لبناتك خرجتي عليهم وحده راه مغتصبه، طلعت مفرقعه مشرشمه، ما كاينش يما ارحميني، يما هي ما رحمتش ايه. دابا دازو الام ديالهم الناموسة فمها ناشف، دابا عاد بان لك يا المفرقع ان السعاد مشوطه وفمها هنا قمقمها ناشف كما قلتي انت. شحال هادي يا ود الكلبه، نقول لك ود الكلبه لان امك فعلا كلبه ما كتسواش، ملي كانت سعاد كدمر وتجيب لك ما تاكل وتك مقابل تغسيل المواعن ومقابل الطياب ومقابل العجينه بحال المراه. كانت سعاد ديك الساعه لاله العيالات، سعاد زوينه، سعاد بيضاء، دابا عاد زراقت مابقاوش عندها الفلوس وباغي تشوف باش عارف راسك ولادك ما كتبغيهمش. الولاد باغي تحرمهم من الحنان ديال الام، من العطف ديال الام، وليدات صغار خاصهم يبقاو مع الام ديالهم، وشاف كيفاش كيتعاملوا مع الام ديالهم. انا مشيت تما وسولت ادم، ملي مشيت تما هضرنا مع ادم قلنا له ماما بغيتي تبقى، قال لي بغيت نبقى مع ماما لان بابا تزوج على ماما واخد ديك المراه، ما كيحملوا الدراري الصغار ما كيحملوش السريعه، ما كيحملوهاش، ما كيحملوش مرات الاب ديالهم. شافوا دابا الوليدات الصغار مع الام ديالهم ومهاليه فيهم ودوك الوليدات اللي فازت بهم سعاد، باغي يحرضهم على باغي يديهم عنده يخدم بهم تما في اليوتيوب. انا كسيت ولادي، انا شريت لولادي الشكاره، انا درت لهم هادي، وسعاد مسكني سيفطوها لسبيطار الحمار.
واش عارفوا انا ما كنكذبوش عليكم اخوتي، شحال هادي قلنا لكم راه باغي يحمقوا السعاد. تحيه لكاوتر كاريزما اللي كانت قالت لكم راه باغي يحمقوا ديك السيده الخطه اللي غادي يديروها، وفعلا طلع المفرقع اجران البواله قالوا لكم راه سعاد حمقى بالوراق وهادي واخا فاشله عاوتاني الخطه ديالكم، ثم كتزيدوا تخطوا وحنا كنفرشوكم. ما كاين على الفرشه، حنا خدامين معكم في اليوتيوب، ثم تلوحوا في فيديو حنا نحطوا الاوديوات ديالكم، ما كاينش تخرشيش. العائله ديالكم كيتواصلوا معنا كاملين، كيتصوروا العائله ديالهم كيشهدوا فيهم، كيقول لك هادو ما كيشرفوناش، ما كيشرفوناش وكيحماقوا على السعاد. باش عرفوا هاد السعاد انسانه مزيانه وانسانه طيبه، باقى الان على تواصل مع عائله راجلها المفرقع اللي وحاشا واش يكون راجل مع عائله مرتها، لان المفرقع مرت راجل سعاد. دابا سعاد راهي الراجل والمفرقع هو المراه، دابا بقى سعاد عندها تواصل مع عائله مرتها اللي هي المفرقعه، باقا كتهضر معاهم وكتواصل معاهم عادي العلاقه وكيحماقوا عليها. وشهاده حق كما سمعتوا الفيديو عند ناقد المنتقدين، العائله ديالو شهدوا فيه قالوا كلام الحق، قال لك ان هذا السيد ما كيفيش يشوف الام ديالو، ان واتب شي هذاك الشيء شيباني داك الشيء بالعاصي، راجل العكوشه الام ديالو باقا في الحياه مريضه ما كيمشيش يشوفها. هذاك راه واحد النمرود، هذاك الشرف راه واحد النمرود، حتى هو راه كيبان لكم وليداتي بنياتي خواتاتي صحاباتي، راه ما تيقوش فيه، راه هما المخططين داروا خطه، السريعه تخطط منهم، المفرقع يخطط منهم، كتقرب البنات شنو كيقولوا. قال لها من بعد نقول لك شكون، ملي سولات السريعه قالت لي شكون هاد السيده تواصلت معاه، قال لها المفرقع من بعد نقول لك شكون، ما نقولش لك دابا خاطر نقول لك في الخاص، ما عندك ما تقول لها المفرقع. غتزيد كلمه اخرى غنحط اوديو، والله كون كان يسمح لي اخوتي نحط اوديو ديال ديك السيده، ما بغيتش نفرشها لان كتجي من العائله، ما بغيتش نسير المشاكل ما بين العائله وتفرش شكون هي السيده ونوض المشاكل عليها، بحكم ان السيده مزوجه ما بغيتش تدير المشاكل. السيده صيفطت لي اوديو قالت لي اخويا شنو كاين وشنو كاين وشنو كاين، والخبار خارجه من بناتك، شي بناتك هما اللي مخرجين هاد الهضره. انا دابا سهلت عليك الطريق، بناتك سيرتو البنت الصغيره هي اللي مخرجه هاد الهضره ديال باغي يديو ادم وامين، باغي يحمقوا ماما والخطط ديالهم. راه كما كان الحال ماشي صغيره، راه كتبغي الام ديالها، انا نقول لكم كلمه الحق وهادشي من الكواليس، راه كتبغي الام ديالها، غير هما كيشارجيوها في الفيديوهات اشنو تقولوا كيقريوها. اما البنت مسكينه ملي كتسمعهم باغي يديروا شي خطه للام ديالو هذه، كتمشي تتواصل مع الناس وكتواصل مع العائله وشنو باغي يدير وشنو كتوصل من الاخبار كامله، ما باغاهمش ياذيو الام ديالها. اما المفرقعه الكبيره هذيك عندها زيد ناقص، كتخطط معاهم كتقول لهم ديروا عطيوها نخرج نقول، يعني حتى هي قاديك هذيك حاقده على الام، مازال صغيره باقي فيها شويه الحال على الام ديالها، غير هما كيقريوا شنو تقول. ولا عقلتوا على البرهوشه الصغيره شحال هذه كانت ما كتعرفش حتى تهضر قدام الكاميرا، كان فيديوهات كامل تهر نيط وها ها ها. دابا لا، السيده كتهضر بحال شي واحد اللي هو عنده 40 عام ولا 50 عام، السيده كتهضر واثقة من داكشي اللي كتقول، يعني كي لاحظتوا كتكون كتقول شي كلمه حتى كتشوف فوق، يعني الحركه كتعطي عليها السريعه الاوكي، والفيديوهات كيديروا لهم بوز حتى كتعاود تقول شنو تقول وتكمل البنت، يعني البنت كيضغطوا عليها واحد الدرجه بزاف. راه البنات هما اللي خاصهم يمشيو عند الام ديالهم المفرقع، ماشي الولاد تديهم عندك انت عند السريعه باش تزيدوا تفلسوهم. وسعاد من حقها تجيب بناتها، والله الا من حقها تجيبهم، لان باقي القاصر اولا يمشيو الاصلاحيه، بحكم انهم جالسين معاك وطلعت وحده مغتصبه، البنت الثانيه راه هامله القرايه ديالها ولا تعاطيها على الماكياج وشوها في الانستغرام وشوها في تيك توك والفيديوهات، لا حديث ولا حرج. زائد البنت قالت لي ما نبقى نجي من المدرسه وندير معاكم اللايفات اخوتي في الليل، كيفاش هاد البنت غادا تجي من المدرسه عيانه؟ نعرف ان الاولاد اللي كيجيو من المدرسه راه كيجيو عيانين شويه، تجي قالت لك من المدرسه نستراح وندير لكم لايف، كيفاش هاد البنت غتبقى سهرانه في اللايفات حتى لجوج الليل ثلاثه الصباح وصباح حتى المدرسه؟ يعني انت ما باغيش لبنتك الخير، صافي غديري اللايفات والفيديوهات معايا ودخل لي ميمي باش تكمل المشروع. المفرقعه الكبيره دارت اللي عليها، دخلت لك ميمي بالمؤخره ديالها وبالعقوق الوالدين، الصغيره هي كذلك دابا راه في طور النمو، راه بان كيربيو فيها العقوق الوالدين. وخرجي هاش من القنوات المنتقده وخرجي عايري، مع العلم ان القنوات المنتقده اللي شدوها راه غادي يشرشموها ما غاديش يرحموها، راه ما غيعقلوا عليها لا قاصر لا جوج، ما غيعقلوش عليها. دي كتقول القنوات المنتقده شادين معكم الضاد وتصفيه الحسابات والحسد وهادي اجرانا البواله اللي اليوم دوزام هضرت عليك روبورتاج وبينو تصويرتكم. تحيه شي القنوات ديال المصداقيه، والله العظيم ديال المصداقيه الحمد لله، ملي هضرت عليكم قناه دوزام صافي كتابه طلعات نهايه المسلسل، هضرت عليك انت وديك بيوتي زائد العراوي اللي شاد راجلك دوش لي في الدوش، هذاك الفيديو اللي درته بحال فيديو اباحي، وكنا هضرنا على هذا الشيء، لا الفيديو ديال البعراويه لا المفرقع لا بيوتي، شحال هذه هضرنا على هذه المسائل،
ايوا الحمد لله بانت كتابة. اللايكات والتعاليق والبارتاج فضلا وليس امرا، وتحياتي لكم.